صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول ما هو القلب السليم وكيف تكون قلوبنا سليمة؟ القلب السليم هو الخالي من الشرك والنيات السيئة والمقاصد السيئة، هذا هو القلب السليم المخلص لله عز وجل. نعم.